السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معانا النهارده حاجه ظريفه جدا وجديده، وهو كشاف بالوايرلس. العب يا معلم. احذر، الدراجه ترجع الى الخلف، الدراجه ترجع الى الخلف. طبعا يا جماعه ظريف جدا وهنتناوله بالشرح. قبل ما نبدأ على بركة الله تابعنا وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد، ويلا نخش في الموضوع على طول. طيب يا شباب، الكشاف ده وايرلس. يعني ايه وايرلس؟ الجماعة اللي مش عارفين، هو عبارة عن جهاز من غير سلك، من غير اسلاك خالص، ولا كعبلة ولا وجع دماغ. تاني ميزة ان هو معاه ريموت، فبتقدر تتحكم من على بعد. تالت ميزة انه هو بالشحن، يعني بيتشحن USB، تقدر تشحنه من التليفون، شحن التليفون بتاعك. هو كده كده بيديلك كابل فوق البيع هدية. طيب تعال نشوف بقى كده. انا دلوقتي دوست مثلا عايز احود شمال، فدوست اوكي كده اليسار او الشمال، كده اليمين، كده انتظار. يا حلاوة، مفيش اجمل من كده. يعني الأمنية حياته يجيب موتوسيكل هيغير رأيه عشان الكشاف ده نزل الأسواق. ايه رأيكم يا جماعة؟ بعرف أطبل ولا ايه؟ المهم الكشاف ده الميزة بجد اللي فيه ان هو حجم خفيف جدا، بيجي معاه أفيز مطاط يركب على أي ماسورة، سواء بقى انت عايز تحطه على ماسورة الكرسي او على ماسورة الشيالة لو عندك شيالة خلفية، او على شنطتك، او على الخوذة. ودي ميزة جميلة جدا اللي انت هتثبته على الخوذة، يعني لان وزنه خفيف خالص. هنا طبعا ده مدخل USB اللي انت تقدر تشحنه. طيب الريموت، في حاجة كويسة جدا اخواتنا في الصين عملوها. ايه هي؟ ان هو عطالك ليد ازرق يبين لك انت عامل ايه، عشان ما يجيش واحد كده لما مؤاخذه يتذاكى وينسى ان هو داس يمين او شمال. اخدين بالكو؟ فهو عمل لك صوت للتنبيه. يعني طول ما الصوت ده شغال، الصوت اللي احنا سمعناه ده، طول ما هو شغال اللي هو تيت 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 ده، هو بينبه سيادتك، بينبهك، بيقول لك يا بني ادم انت عاطي اشاره يمين او شمال، عشان ما تجيش تحوت شمال وتبقى عاطي اشاره يمين فتلبس ايه او اللي ورا منك يقول لك انت عاطيني اشاره يمين ويعاملك بقى معامله الايه السيارات. طبعا ده اساتك اهي زي ما احنا شفنا، والريموت و الاستك العريض للجدون العريض، والاستك التاني يعني من الاخر حسب كتر الماسوره. لو انت عايز تحط في ماسوره اعرض هتستخدم الاستك الاعرض. طيب بص بقى، لو تلاحظ انا دلوقتي حاطط الريموت في عجله تانية خالص، والفلاشر عشان اشوف اتاكد انه هيلقط من على بعد حطه في عجله تانية خالص. لقينا ان الفلاش، ابص بص بص الريموت حطه فين؟ في عجله تانية اهي. واخدين بالك ازاي؟ و الريموت البتاع ده الفلاش حطه في يعني على بعد مثلا هنقوله 2 متر ولا حاجه كده، انا طفيته. طيب يا جماعه، الفيديو مفيد وتناولناه بالشرح والتفصيل بدون رغي كتير. والله يا جماعه الواحد بيتعب في الفيديوهات، فلو انت يعني استفدت من هذا الفيديو الحقير، يا ريت يا ريت تكتب لي كومنت جميل كده زيك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ومفضلش معانا غير اللي انت تعرف سعر الكشاف ده او الفلاشر الخلفي الوايرلس ده اسمه. تمام، الفلاشر ده حسب كل تاجر، ولكن هو بيتراوح من 170 ل 200 جنيه في الحدود دي. ادفع يا عم بقى الفلاشر ده، الناس عينيها زغللت. واشوفكم في فيديو جديد يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله.